لانه ولاو ناس اغرب هما اللي كيستافدوا من التلفزيون. الناس اللي ما عندهم حتى علاقه بالفن جاوا ما عرفناهمش منين، داروا شركات وتيمصوا في الدم ديال الشعب وتياخذوا فلوس الشعب. الا كان هاد الناس ديال التلفزيون كنعرفهم انا رجال وكابابل وقادين على التلفزيون، وهاد الناس اللي كيمثلوا دابا في التلفزيون اولا كيغنيو اولا اللي مدوزينهم هما، الا كانوا كابابل يجيبوا لهم لي سبونسور ويخدموا كما كنديروا حنايا. انا بلي سبونسور باش عايشين، هذا كيبعني اننا الاسم ديالنا كبير باش يجيك سبونسور. الا داروها في التلفزيون جام سبونسور واحد على داكشي اللي كاين انا نقطع يديا. هما معتمدين على لا سيفونسيون ديال الدوله على فلوس الشعب باش يخدموا التلفزيونات ديالهم، فلهذا ما تيحضروش معنا لانهم ما يقدوش يديروا بحال هادشي. وانا كنتحدى التلفزيون واش يقدر يدير حفل بحال هذا وانه يهدي شقه الفنان او الرياضي في حاله مزريه او ليساعد فنان او هذا، ما كيديرهاش رغم ان الفنان هو اللي بنى التلفزيون. فاحمد الصعري هو من الناس اللي بناوا التلفزيون، احمد الصعري، صلاح الدين بن موسى، هذا الرياضي اللي الان فاز بشقه اللي هو السي عبد الله حموش، هو اللي كان من المدافعين الكبار ديال الرياضه عند الرجويين، وكان في ليطوال قبل الرجويين كلهم، الوداديين كلهم كانوا حاضرين، الفنانين الرياضيين كلهم كانوا حاضرين، كلهم جاوا من مدن بعيده القدام اللي هزوا اول كره ذهبيه اللي خداها فرس حضروا في الاحتفال. شكون اللي كيسول على احمد فرس؟ هذا هو المشكل ديالنا، اننا كان باركين تنطمسوا في التاريخ ديال المغرب لا في الرياضه ولا في الفن. حسين بنياز اليوم انتم شفتوا التكريم ديالو كان فرحان، كيف قلت لك احمد الصعري، هاد الناس خصهم اللي يزعزعهم، ولكن اللي غيزعزعهم ما عرفناش شكون هو، لانهم هما لما زعزعهمش ضمير ديالهم، فانا كنقول ان ضميرهم ميت. هاد الناس ما عندهمش ضمير حي، لو كان عندهم ضمير حي وعندهم روح ديال الوطنيه كانوا غادي يكونوا حاضرين معنا ويدعموا بحال هاد الاعمال هذه ويدعموا الفنان المغربي. انا ما تنقولش حيت انا كاين، انا غدا نموت او لا يوقع لي شي حاجه، كنتمنى ان شباب اخرين او لناس اخرين من بعد مني انهم ياخذوا المشعل ويكملوا هذه المسيره هذه ونبقاو نحتفيوا بالفنانه. الحمد لله الان وصلنا اننا نقدروا نسكنوا 7 أو 8 ديال العائلات في خلال 4 سنوات. فماذا بيا لو كانت مثلا واحد 10 ولا 12 حفله كدار بحال هذه، وكل حفله كناخذ نسكنوا فيها واحد او لا جوج، كره الحال الان بعدا المغاربه الفنانين كلهم او الرياضيين كلهم ساينين الكرامه ديالهم وساكنين في اماكن مزيانه وعايشين مزيان. فانا كنقول للتلفزيون ديك المليار اللي تيحط يخرج منه 100 مليون يقدر يسكن به 5 ديال الناس، الشقه راه كتسوى 25 مليون. لا بالعكس، انا هذه درتها دابا انا ارى رابع سنه قبل من خامس سنه يعني قبل انا اخر عمل ديالي كان في هذه 3 سنين يعني بالعكس، وماشي هذه اول مره الحمد لله. انا دائما ما كنديرهاش بوحدي باش تعرفوا، راه ماشي سعيد الناصري بوحدي، سعيد الناصري راه مع ناس مع واحد الجوقه ديال الاعلاميين اللي عندهم ضمير وتيبغوا بلادهم، معايا مجموعه ديال الفنانين اللي عندهم ضمير وتيبغوا بلادهم وعندهم وطنيه قويه، وعندي ومعايا فنان رياضيين اللي عندهم ضمير وعندهم وطنيه وتيبغوا بلادهم، كلهم معايا وكلهم كيتساعدوا معايا باش نقدروا نديروا هذا. سعيد النصير راه مجرد وجه من الوجوه اللي ولا واحد من الناس اللي مشاركين كلهم. فهاد الناس اللي كيبداو يقولوا انتقادات وتيبداو يسبوا ولا يعيروا، فكلهم اعداء النجاح واعداء الفن واعداء الخير. واش كاين شي واحد كيدير الخير وغادي تعيروا؟ اذا انت راك عدو ديال الخير، ما يمكنش تعير. غادي تقول حق راه دار هادي حيت، او لا راه دار الملحمه حيت بغى اش بغى ياخذ اي، انا باغي عاوتاني وسام اخر من عند صاحب الجلاله، وباغي ان صاحب الجلاله يكون فخور بيا ونكون انا في المستوى ديالو وناخذ حتى 10 ديال، ونتمنى من الله انه، وبغيت المغاربه يكونوا تيبغيوني، وكنطمع في الحب ديال المغاربه، وكنطمع في الحب ديال الفنانين خوتي، وكنطمع هادشي كنطمع فيه بغيتو وما كرهتوش وما بكرهش الفنانين كلهم يكونوا لاباس عليهم ويكونوا بخير. ولكن تنكره الانتهازيين، وتنكره الناس اللي كيمصوا الدم ديال ولاد الشعب، كنكره الناس اللي كيظلموا ولاد الشعب والفنان، اللي كيقهروا الفنان، كنكره هاد الانتهازيين اللي ما عندهمش علاقه بالفن وكيربحوا في الملاير كياخذوا فيهم ديول الدوله ديول الشعب. هذا هو علاش انا اللي كنحارب، ولكن كنحارب بالخير، ما كنحاربش بالشر. انا ما كنهضرش، انا تنعمل، والناس اللي معايا هما مامنين بالرساله ديالي وتيتعاملوا معايا. هذه هي الرساله اللي بغينا نوصلوا، وكنظن ان الشعب المغربي عارف وعارف الحمد لله. التلفزيون ما تيقونش بالدور ديالو، قول لي ان سبوت بيبليسيتير واحد كيهضر على الوطنيه، كيدوز كيهضر على الوطنيه. انا كنشوف القنوات المصريه كيضرني خاطري، من ام مصر ام الدنيا، هذا احنا بات الدنيا ماشي غير ام الدنيا. المغربي تيبغي بلاده، ولكن تيخص دي سبوت بيبليسيتير، تيخص
يعني دور البرامج اللي كتدوز في رمضان، هذيك هي الوقيته فين يمكن لهم يدوزوا رسائل جميله جدا للمواطنه، وحب الوطن وحب الملك وحب البلاد ديالنا، لان بلاد ديال الامن والامان، حبنا لبعضياتنا، نتعاونوا مع بعضياتنا، شي خصو يكون دوز في التلفزيون. ما كاينش، ولينا كنشوفوا الكلام الساقط في التلفزيون والهضره الخاويه، وهادشي هادشي كيضر في الخاطر. فهاد الناس هادو هادو هما اللي كيجريو على الخراب للاسف الشديد، ومخلين مواقع اللي هي ضد، ما كنتكلمش على المواقع الجميله اللي كتخدم وكتدمر، هما اللي دايرين خدمه التلفزيون. وكاينه مواقع اخرى اللي كتهرس فينا، والتلفزيون غائب. عندنا 8 ديال القنوات، كنخسروا زباله ديال الفلوس في الساتيليت. خصكم تعرفوا ان ملايير كتخلص ليبيرجمون ديال لي شين دو تيليفزيون، ديال ما عارفيناش المغاربه، ملايير. هذيك الملايير لاش باش يتفرج فيها واحد مصري، اتفرج فيها مغربي. هذيك المره يخسر على المغرب، انا نتفرج غير بالارضيه، ما نتفرجش كاع انا لاش. الا بغيت المصري انا غنمشي نشد القناه المصريه، الا بغيت اللبناني غنشد القناه اللبنانيه. انا نخدموا غير البلاد ديالنا. هذيك الملايير اللي كتعطى لا سميتو نديروها القناه وحده، والقنوات الاخرين لاش، راه زباله الفلوس. راه كل قناه، راه كل ميجا، سولوا هادو قلبوا في جوجل، كل ميجا كتسوى تقريبا ما يعادل 100 مليون او 90 مليون باش كدوز سنويا. راه بزاف ملايير ديال الفلوس كتضيع باش نشوفوا اشنو؟ نشوفوا الخوى الخاوي، او نشوفوا الاعاده ديال افلام قديمه كدوز في السابعه وكدوز في هذا. فهذا كلها السياسه اللي ماشي لصالح الاعلام وماشي لصالح التلفزيون. وهذا الشيء علاش كتشوف الاعلاميين اغلبيتهم الان كلهم راهما في المواقع، وهذا وسميتو اللي ممكن يكونوا في التلفزيون ويعطوا برامج جميله جدا. هذا هو علاش انا الان تنتعامل مع المواقع، لانهم هما اللي عندي وانا فرحان بهم. والتلفزيون الله ياخذ فيهم الحق.